انا يا بهاج ايام الاختبارات ما يكون فيه باصات وتكثر المشاكل وتكثر ومعنى شريت النوم مي ديتسن 2011 وكاله شارينها ب 75 شريتها امي اللي شرت. كانت طال عمرك الوالده تقول يلا الساعه 6 مشينا المدرسه يلا ينبر روحي ما انا قدني رجال ادرس ومتوسط اروح. لا والله امك ما تروح من اول متوسط الى ثالث ثانوي والله الذي ما يحلف بغيره اني اوقف قدام باب المدرسه قدام الناس دول كلهم يمكن اللي درس معي يذكرني واقف قدام باب المدرسه على الديتسن طال عمرك على الديتسن حقتنا اللي على الباب الايمن امي انزل امي في السياره خلص اختبارك تمشي الناس كلهم يشوفونها. اذكر مره قال ميدي واحد من الجماعه يوه امي تسمع يوه انا بهاجم معه ورع ما تعطيه السياره. قالت امي اذا انت رجال كل شيء والله لا اجلت قدامهم كل بهم ميد كنت يقول ميد قلت ايه ما عليه وندخل يا طويل العمر بقى السلامة المدرسة ونخلص الاختبار. طبعا نطلع 9 يوم طلعنا واكلم واحد من اخوياي قال ناصر شايع سمي طبولة قال تكفي بهاجي بروح معكم انت امك كنت خاصة بشير بس اسمع قال سم قلت ابي فلان طبعا فلان اكبر مني بسنة قال بشير ذا الحين اجيب لك هذا اللي قال ميدي امك تعال 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 شو عين المدرس خلاص سعيد الله يستر عليه طالبين بهاج يلا 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 طلعوا طلعوا قد خروج قلت له برا برا امسك فلان قلت له تعال الله ينك بيك اطلع بالصد بي بس عند دورة المياه ويجيني عند دورة المياه واطرف يا ابو محمد كاركع ايش قلت ميدي امك ايش كاركع في الجدار طاع والله اني اذكر دخل علينا خلاص سعيد الله يذكره بالخير ابو سعيد دخل علي انا مغط الرجال يا بيمه يفصل علي مسكين ليه قلت هذا في الصبح احنا داخلين قالوا عن بهاج امه معه ما برجال ما قال هو قاله قلت والله قاله قلت يا ورع ذاك يبكي وقتها انا درست متوسط وهو اذن الله يستر عليه قلت يا زميلي ذا العيد قال لي والله قلت قال خلف سعيد علي الطلاق ما يجيك متقدر اطلع واذا كلم كل وكيل قول انت يا نوم انا رجال يا الله تعود اطلع طال عمرك لا ثالث ثانوي طال عمرك وانا اوقف امي على شو اسمه امي على الباب الايمن توديني المدرسه وارجع يا ورع ما راجل يا ورع لا كنت اذكر